الله اكبر. ايه؟ مفيش حاجه في الدرج ياما. ايه ياما بيقول لك مفيش حاجه في الدرج؟ طبعا مفيش حاجه. انت يا عم زماره شكلها كده بقى عندها زهايمر. فلوس بتاع اسمع اللي بقول لك عليه. اخرس يا ازعه الازعين انت وطويل الاهبلين. ايه ده انا برضو؟ اخرسوا يا كلبه. انا متواضع اللي بتكلم معاكم. انا عندي اللي خيالكم ما يوصلوش اساسا. هتتنطروا نطره تانية. فين الورقه يا بوبا يا امبابه يا قمر يا جميله يا فله ولا زماره؟ ايوه يا عم. دور تحت المخده في الكيس من جوه. كان نفسي اعرف ايه اللي تحت المخده. لا بقى. ايه؟ لا بقى مفيش حاجه يا اما. انت اللي بقول عليك حبيبي. انت اللي ملهوف وانت اللي مزغوف وانت كل حاجه نفسك تشوفها. كل حاجه نفسك تشوفها. انا مين ده نقطعك؟ خلاص خلاص ولا بطول اهبل انت. خلاص اخسر عليك وخساره فيكوا. والله خساره فيكوا. حرمان نفسي من كل حاجه حلوه حتى الاكل والشرب واي حاجه نفسي فيها عشان اعمل لكم قرش. يا كلاب يا سفله انا هحكي لكم الحكايه كلها. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا هحكي لكم حكايتي. انا عندي زر كبير قوي. زر طبعا حياتي كلها ازرار. اتفضلي قولي الزر بتاعك. اخرس الموضوع ما فيه ان انا عايزاكوا تملوا البيت ده حواليا بهجه وحب وحنان. ومش هديكم قرش واحد من الوصيه بتاعتي وفلوسي المتلتله دي الا لما تلاقوا اخواتكم. اخواتنا؟ طب ما احنا اخواتنا اهو يا اما. ما تقطعوش حبل افكاري. خلوني اعرف اقول لكم كل اللي جوايا. لاول مره بنقعد القعده دي وبصارحكم. احنا كنا عايشين زي الاغراب مع بعض يا ولاد. لازم تعرفوا كل حاجه عن امكم. الحقيقه انا كنت ما حصلتش. انا كنت موزه جامده قوي. كل ما اروح حفله اوعى اتجوز انشن على احسن واحد فيهم واتجوزه. عيب اللي انت بتقوليه ده ياما. عيب ليه يا حبيبتي بالحلال؟ امال انا زيك بايره في السن ده ولسه ما اتجوزتيش ولا واحد بلا نيله؟ ايه ده ياما؟ يعني انت اتجوزتي كذا واحد؟ على سنه الله ورسوله يا حبيبي. يعني ايه؟ امي طلعت الحاج متولي؟ الحاج متولي جنبي تلميذ. ايه ياما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بس فهمينا. ما هو انتوا لو تتخرسوا شويه هتخلوني اخلص ذمتي قدام ربنا واحكي لكم حكايتي كلها. انما انتوا مش عايزين. عاملين بولولو بولولو بولولو. في ايه بقى؟ اتفضلي ياما احكي. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كان في زمان الزمان بنت مزه انما ايه ما حصلتش ولا كان زيها اللي كان. كنت كل ما اطلع يا اخويا على المرصح يا اختي الرجاله تترمى كده وكده وكده وكده. بس انا كنت انشر على الواحد اللي هو المقرش واروح جايباه متجوزاه والعصمه في ايدي. امال ايه؟ اقشطه واخلف منه عيل اسيب له العيل وامشي. انما اسمع بقى يا واد انت وهو وانت كمان. انا مش هطلع مليم احمر من الورث اللي انا كاتبه لكم الا لما تجمع اخواتكم كله وتريحوا قلبي. والزر كله عند نعمان المحامي. نعمان المحامي؟ انا بقيت غني يا حاره يا فقيره. انا اغنى واحد في الحاره دي. انا ورثت يا حاره عم ظريفه معفن. واد يا تفاهه قول يا واد لكل اللي متكادين ومتغاظين اللي يورث زينا يصرف قدنا. الكلام لك يا ام عادل يا قانون سامعه ولا مش سامعه؟ وعلى راي المثل يا مفرقين السموع انا ما خدتش. ورثنا موتوني بالحياه. موتوني بالحياه. ايه امي كمان؟ ليه موتوني؟ موتوني بالحياه يا كلاب يا عدمات الضمير. والله ورحمه ابويا ما انتوا شايفين مني نكله حمرا. عايزين فلوسنا عايزين فلوسنا عايزين فلوسنا عايزين فلوسنا. ايه يا انت هو مش عايز اسمع صوت حد فيكم؟ الله ما تديهم فلوسهم يا اخويا. هما مش كسبوا. يعني ايه كسبوا؟ ما كفايه عليهم المكسب المعنوي. حب الجمهور دعوات الامهات امام الشاشات هينهبوا. لا الكلام ده مش هياكل معاهم. لخص انت قلبك عليا ولا عليهم؟ انا قلبي على السجاده اللي اتدرمغت وهم واقفين عليها كده بجزامهم المعفنه. انا هتصرف. هو مين اللي عمل التشكيله دي؟ خد يا واد انت ابن مين؟ انا حماصه ابن تفيده بتاع الخضار. يا فضحتي ليه عندي 7 جنيه الاسبوع اللي فات. اطلع بره يالا بره. افندم. فيه يا كابتن؟ احنا كسبنا الماتش زي ما انت عايز وكمان 5-0.
والخمسة زفت بتوعك دول هما اللي خسروني الفرقة التانية. خلوا الشباب لغوا التوكيلات اللي كانوا عاملينها لي. يا كوتش احنا اللي يهمنا نكسب الماتش ناخد منك فلوسنا. متأكد انك مش لابس فانيلا من تحت؟ ليه يا كابتن؟ عشان دي مش روح الفانيلا. بره. بقول لك ايه يا عمرو، ما تلم الليله لان العيال شكلهم هياكلونا، يعني ده اهيف عيل فيهم مقاس رجله 46. معلش معلش يا اخويا. معلش. يا لهوي يا لهوي اخويا يا ابني في ايه؟ انا مش سامع حاجه، انا مش سامع حاجه. هو انت مش سامع ولا مش شايف؟ انا ما بقتش شايف. انا سامع ولا لا؟ تعالى بس اقعد. تعالى ايه؟ اقعد اقعد. يبقى انا سامع. اقعد. طيب كان ما فين؟ ايه الكلام؟ ايوه انا مش شايف. اقعد بقى. مش عارف انا شايف ولا مش شايف. ارضيكي برضه افراح اللي امك عملته ده؟ معلش يا اخويا انا ما رضيتش اتغاب عليها عشان ست كبيره. ايه؟ وتمد ايدك على امك زماره. وامد ايدي على امك انت كمان عسل ايه؟ وتمد ايدك على امي برضه زماره. ما هي امي هي امك بقى. اسكت انت كمان. ما انت برضه مالكش حق. الست اغمى عليها برضه تعمل الفيلم ده كله برضه زماره. ايوه يا اخويا ما انت بتحملها عشان امك. يا ابني ما برضه امك. ما امك انت كمان. ما امك يا اهبل. انا بقيت شاكك في كل حاجه. ما بقتش عارف هي امي ولا مش امي، وانتوا اخواتي ولا مش اخواتي. بقول لك ايه يا افراح؟ ايه؟ احنا لازم نعمل تحليل السي ان ايه لابوكي عشان نتاكد هو ابونا ولا مش ابونا. طفي من بقك. مش عليا. انا مش قادر. ايه يا اخويا؟ انا عايز فرخه مشويه. لا يا حبيبي ما تستقبلش، ما الفراخ غاليه. خلاص عايز بلح باللبن. يا ابني احنا في رمضان. بقول لك ايه؟ ما تستقبلش. سيبك من الفيلم انت بتعمله ده. انا تعبان يا جدعان. معلش. مش متخيل الثروه اللي عند امنا دي قد ايه؟ دي تحويشه 30 سنه. احنا نروح للاستاذ نعمان فركس ده وهو قال لنا كل حاجه. مين؟ المحامي. المحامي. ايوه لازم نروح له. احنا لازم نعرف راسنا من رجلينا. ايه؟ ايه ده؟ هرشي يعني هو انت مش هتيجي تاني عبر افراح؟ ليه يا واد بتقول كده؟ حاجه ان شاء الله. انا بس ادور على اخواتي والاقيهم ونرجع ونورث ونجدد المحل ده ونعمل محل تاني. يا واد دي هتفرج. يعني بس هتشتيني تطط تطط. انا بقول لك ورث واجدد المحل تقول لي تطك. ماله التط؟ يلا مع ثاني الجزء الاسفل. ها ها انا على فكره متعود اسخن كل يوم الصبح، بفضل فريش طول اليوم. طيب ليه ما تعمل مثلي؟ لا ما تقدريش، انا متمرن كويس. متأسس يعني؟ يعني شو متأسس؟ يعني خبرات متراكمة وغذاء كويس. اها. نمتي كويس امبارح؟ ايه اكيد، رغم انه ما كان بدي ضايقك وكان بدي اخذ اوتيل. عيب ما تقوليش الكلام ده. اوتيل ايه؟ الله. انت عايزه الناس تاكل وشي؟ عيب ده بيتك ومطرحك والفيلا قريبه من اي مشاوير عايزه تروحيها. هيدا احلى شيء. يلا بينا نفطر. في الحقيقة ما بتروق، يعني كباية عصير وهيدا قرد شربته. لا هتتروقي غصب عنك. يسلم كباية عصير. أنا عاملك فول وطعمية وبتنجان وبطاطس. حقيقي ما بقدر، عن إذنك. أخ نسيت السلطة.